أن الإنسان حينما يضعف إيمانه ويقل يقينه بسبب ما يعافس من الشهوات والأهواء أو ما يصل إلى قلبه من الشبهات التي تورث الشك وتزعزع اليقين، تتحول بصيرته فيرى الأشياء على غير حقيقتها، فيتغير المعيار عنده والميزان، فيستحسن ما كان يستقبح ويستقبح ما كان يستحسن، ثم بعد ذلك يزين الشر والباطل والمنكر بل والكفر والضلال في عين هذا الإنسان، نسأل الله العافية. فهذا خطير، فإذا رأيته وجدته على خلاف ما عهدته من حسن النظر في الأمور ومحبة الخير والحق والهدى والنور، فتحول إلى خفاش أعشاه النهار بضوئه، فما عاد يرى الحقائق كما كان يبصرها، وما عاد يستحسن الحق ويقبله، بل تحول الحق عنده إلى باطل كريه مر المذاق. فهذه مصيبة إذا وقعت في قلب الإنسان تحولت عنده المقاييس والموازين. ولذلك ينبغي على الإنسان يتعاهد قلبه دائما، ولهذا جاء عن بعض السلف في معيار الفتنة إذا فتن الإنسان أن يستحسن ما كان يستقبح وأن يستقبح ما كان يستحسن. يعني كيف يعرف الإنسان أنه مفتون؟ فتن، أمور كان ينكرها وكان يستقبحها ثم بعد ذلك صار يستحسنها، هي لم تتغير. كان يذم أشياء من الأعمال والأوصاف والأشخاص ثم بعد ذلك صار يستحسن ذلك كله ولم يتغير من ذلك شيء، يعني لم يتحول هذه الأعمال أو الأوصاف أو الأشخاص إلى شيء آخر، إلى خير أو نحو هذا. فهذا هو الخطير، هذه الفكرة.